السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهذا المشروع تم تنفيذه في 4 سنوات مع بنية تحتية كاملة. بكل تأكيد يا بسنت، مشروع مهم جدا هيزود المحاصيل الاستراتيجية اللي بنزرعها في مصر. واتكلم الرئيس امبارح عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع، وقال ان احنا لابد من زيادة مساحة الرقعة الزراعية وأيضا التصنيع الزراعي، واللي من شأنه طبعا بيؤدي في النهاية إلى توفير فرص عمل في المقام الأول، وزيادة الرقعة الزراعية والتصنيع المصانع الموجودة في هذه المنطقة، وده طبعا بيعظم من الإنتاجية الإنتاج المحلي، واللي من شأنه طبعا احنا نواجه الأزمة اللي موجودة في الدولار. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اللي بيعد أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية. وامبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في مشروع مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، إن هذا المشروع بحجم 3 أو 4 محافظات كبار اتعملوا قبل كده في 200 سنة، لكن هذا المشروع تم تنفيذه في 4 سنوات مع بنية تحتية كاملة. أيضاً قال الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح إن الدولار كان وما زال بيمثل تحدي، مؤكداً أهمية رفع المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الدولار. وقال كذلك إن الصوامع الزراعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية طرحت تحدي في مسألة توفير الدولار، فإذا أردنا تجاوز مشكلة الدولار في مصر لابد من زيادة المنتج المحلي لكي يغطي المتطلبات أو زيادة الصادرات الزراعية والصناعية إلى الخارج. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، وبيعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة. وطبقاً لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصاً على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين، منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 1000 فدان. امبارح نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل بعنوان القضية السكانية، الواقع والرؤى المستقبلية، وأكد المشاركين في الورشة إن الدولة المصرية بتولي اهتمام بالغ بالقضية السكانية وبتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، حيث إن الحكومة المصرية تستهدف الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.